السلام عليكم اصدقائي متابعين قناة ميزو جيمنج، واهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا تتابعونا، ومقطع جديد من تختيم لعبة كينا ذا بريدج اوف سبيريت. بعد الانتهاء من ذلك الوحش وفتحنا المنطقة الجديدة، فرح نكمل هلا نشوف شو في قدامنا. في كأنه قبعات بالموضوع. هشوف هون شوب فينا نشتريهم هدول بعشرة. اوكي يلا نشتريهم هدول. هلا شو صار براسهم هاي؟ حلو، حلوين والله. في عنا واحد مثل ما حكيت، انا لازم ندور بالمنطقة كتير منيح على الجوانب، على اي مكان عشان نشوف هدول مهمين كتير، هدول الحيوانات اللي معنا. اها هاي كمان نوع من القبعات على ما اعتقد. فينا نشتريهم على ما اظن، فينا دايما نشوف الخريطة تبعنا. على ايدنا اليمين لازم نروح هون بدون يعني عارف. ما فيني اروح؟ لا نحكي معهم؟ ما في داعي نحكي معهم. خليني اروح لقدام نشوف الوضع شلون لقدام. هون لازم ما يكون في شيء. دقيقة، القبعات القش، قبعات القش تتذكرونها كانت بلعبة Ghost of Tsushima. يلا نحكي معهم. Tara this way. The barrier is blocking the path. He's usually at the Mask Shrine. Mask Shrine. When you see the sacred trees. طيب هلا صارت مهمة جديدة. هاي بالمكان المقفول. كنا لازم نحكي معهم مشان نشوف. نجي لهون على هاي معقول؟ هيك؟ في قصة. طيب القصص القصيرة الجميلة. نشوف إذا اللعبة هيك بتتوجه للمغامرة القوية ولا لا. رائحة جميلة. سبيريت هذا كمان. روح من الأرواح القديمة التي تساعدنا في عمل أشياء كثيرة. Hello, spirit. وحوش الغابة. I seek passage to the sacred mountain shrine. Our village is bound to the shrine's energy. تمام. But that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the trap. حجزت الأرواح هون. كان في قوة كبيرة حجزت الأرواح هون. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. لازم أساعد هالأرواح ليوصلوا للجبل. I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised. هذا هو الولد. They are clever children and would do anything for their brother. حلو. We have always crafted wooden masks to honor those who have passed on. نحن دائما عم بيقول كنا عم نعمل أقنعة. Aiding the spirit's journey into the next life. كانت عم بتساعدهم انه بالحياة الأخرى، عم تساعد الأرواح الأقنعة اللي كانوا عم بيسووها. He helped many spirits pass from this life to the next. أبوها. ماذا يحدث للأرواح التي لا تستطيع أن تنتقل؟ Taro's bound to his spirit and will help you fulfill your promise to the children. حلو، هذا رح يساعدنا بالوعد تبعنا اللي وعدناه للأولاد الصغار. Their brother's fate will be difficult for them to understand. تمام. أخذنا قناع التاروز ماسك. شو عم يعمل هذا؟ القناع بيورينا أشياء. حلو. Help Taro. رح نرجع
يمكن هذا هو اسم هذاك الشخص اللي عم يدوروا عليه هنن، اسمه تارو. هلا اتفعل شي تاني عنا. Use the mask. استعمل القناع. طيب هي ساعدنا. هذا القناع رح ياخذنا لتارو، بس نحنا لازم اول شي ندور بلكي نلاقي ال... ما في شي هون؟ بس للتأكيد يعني اذا نحنا ندور على ال... اي كمان مسكرة. طيب انا شايف الهي. هي اجتنا. انا رح اجرب مشان ناخذ هدول مشان نسوي الليفل تاني. عفوا 4 مربع. تمام ريلايز رح يتركوا. ريليز ما هذا؟ You have one something along the village. آه تمام. هاي عائدة للقرية. يلا يا شباب بعدوا لي هاي. شكرا لكم شكرا أصدقائي والله أقوياء. تعالوا هلا. أنا بحاول دائما استكشف المكان مشان إذا ندور نلاقي ال نلاقي هدول الحيوانات الصغيرة. ها. اوه ماي جاد هاي ما فينا ندخلها 100% ولا هاي معناها بنرجع لمكاننا. بس حلو انه نستكشف العالم من كل الجوانب تبعه مشان الواحد اذا بده يلعبها ممكن يستفاد انه فورا يروح للمناطق اللي بيلاقي فيها الاشياء اللي بده اياها. ما في شيء هون. هون اجينا من هون. هون اوه ماي جاد هذا مدرع. ها اكتشفتك يا كلب. تعال لا هي لازم اجباري ضربة القوية لحتى اشوف الدرع تبعه. هدول عادي. لا حبيب شو هي؟ هلك يبلعوا هاي معقول مثل قتالات حلوه خفيفه مثل لا 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 طيب اوه هاي تروح دم. بس استكشف هلا دمروا كلياتهم. فجروها. طيب صار في شجرة. شو بعمل فيها؟ Look, Lena. I know what that is. It's a forest here. فيني أحركة هيك. Whoa! Look what happened to the rod. He's so cute. Look at him go. Does he know any tricks, Kana? لازم أعمل هاي. طيب تعال. مشان أضرب هدول اللي مثل الشجر. هيك يعني؟ تمام نفس ضربتي. خالصين. هلا رح أشوف هيك. فتحنا؟ Over here, Kana. There's something in the ground. شو هي؟ Forest here can grow here. Alright. يلا يا شباب جيبوها لهون. هي كمان بتسوي لنا شجرة يعني؟ طيب هلا بنشوف. والله حلوة الحركة هي أنا ما لم أكن أعرفها. روحوا. في طرقات ثانية لازم نعمل واحدة جديدة. تعالي.
ضربة قاضية هي كانت. لسه في عنا شوي لقدام. هاي مشان ما نجيب هديك من آخر الدنيا فعطونا هاي. هاي القريبة علينا. شوف هون شوفي. شو هي؟ انتراكت. هاي بتعطينا مجوهرات. نحنا جينا من هداك الطريق. هدول راحوا من هون. بس أنا من وين أروح؟ طريق من هون. الأرواح أتت من هنا. طيب. طيبون طيبون. والله المنطقة جميلة ها على فكرة. نفس اللعبة هيك حركة الهي التسلق أنا بحبها. تذكرني دائما بلعبة أنشارتد. يا زملائي الأعزاء تعالوا. ما هذا المكان الجديد؟ ها منطقة ثانية للوحوش. لا ما بدنا نحكي معهم ما في داعي. يلا. مين؟ لا تولعك. شو صار؟ فجره ما بيعود بيقدروا يطلعوا من هنيك. لا هديك بتسوي جام. الله يا حبيب امك الله. تعالك. اوه لا وحش وحش. لا 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 كان صفحة الأبريت انفتحت عندنا. لا كنت أبعد عنك. أوه ماي جاد. المشكلة روحنا هديك اللي بتعملنا دم. أوه لا 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 لا. شفتوا هي بتعمل دم. روحوا لك يا كلاب. هذا كان آخر واحد. حلو يلا يا شباب فجروا لي هاي المنطقة. فجروا لي اياها لايكات. حلوة ما. طيب هلأ العمل ما كان في طريق لهون. لا في طريقين فتحوا لنا. ها والله طريق لحاله. بس رح نفك هاي. اوكي. شو هي؟ حلو تعطينا واحدة من الشباب من الحيوانات الأليفة الجميلة. هنين كم واحدة بدون 15؟ اوه ماي جاد. صار عندنا هلا حاليا 10. لسه ينقصنا 5. ينقصنا 5 ونصير الليفل اللي بعده. المنطقة تصير معتمة جدا. هذا هو. هي الروح اللي لازم انا اركض وراها. ما وين هلا؟ هون. ما هذه القصة الجميلة. إلهي شو هالمنظر الجميل. رح نستعمل الماسك. رح نشوف القصة تبعه هلا. بتخلينا نشوف الذكريات. الولد شو عمل هون؟ عم نستعيد كل ذكرياته تقريبا. مو تقريبا اكيد يعني. تارو ماسك. هذا هو القناع اللي بيشوف ذكريات تارو معناها.
listen. What did you see when you put on Taro's mask? في شيء كان متدمر. Here, but he's forgotten who he is. كان ناسي مين هو. We need relics to help him remember. The relics is huge. How do we know where to look? Maybe Mr. Russo can help us. His house is up that way. لازم نرجع للمستر روس. نشوف. اوه قدامنا لازم نروح لقدام. والله طريق طويل. طيب راح نحاول بقدر الامكان نستفاد من هالشغلة. اوه مثل ما بتشوفوا. تمام هذا هو الطريق. لازم نطلع لعند واحد فكر. هذول ما لنا دخل فيهم. عفوا. هل شباب طولوا باكر. يلا. شويكن بدي اوقع. يا رجل. يا رجل. ما في شي عمل معه هنيك. يلا يا شباب كلوا كلوا كلوا. خلي الشبيبة تاكل. شو هاي؟ وصلنا لمنطقة جديدة. لازم نروح على الطرف الثاني بس كيف؟ في طريق لهنيك؟ لا دقيقة رح نروح هيك نظامي إلا ما الطريق يودينا لهنيك. بما أنه عم بتشوفوا شو هاد؟ قرد؟ قرد؟ أوه لازم لازم يكون في قتال يعني؟ تعالوا يا أحبائي تعالوا لك. هدول ضعاف إن شاء الله ما يجينا المدرعين. لا والله في إيه أنا تعودت عليكم كمان يا كلاب. تعال أنت أنت بعد درع بس درع قوي على فكرة مشان ما عاد يصيروا. لا 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 طيب طيب هذا انت والله ضربته. ابتعد الكلب الكلب. والله انا ضعيف كأنه دمي عم بيقول شو عم بيصير. زيت الحركة كثير. تمام. يلا يا شباب والله في قرود عم تطلع لفوق. فتحنا المنطقة. تمام. فتحنا المنطقة. كمان منطقة جديدة فتحناها. ما في غير هذا الباب اللي نروح له. للأفس الشديد. شوي. One of Tara's memories. I should see where it leads me. عم بت... يلا هاي من احدى ذاكرات التارو اللي نحن لازم نتبعها لحتى يورينا شو في موجود. ماذا حدث لتارو بعد ذلك؟ اتاري تارو وليس اتاغي اتاري. هون لسه القناع عم يودينا لقدام. مو القناع عفوا الذاكرة روح او اي شيء كان. شو هي؟ لا مغلق مغلق. نستعمل الماسك لنكتشف ذكريات تارو. كان في واحد هذاك هو اللي حاربناه اول شيء. تارو حامل واحدة من هدول الاولاد الصغار هدول البنات.
شو كانت هي يعني؟ طيب سنفتح اولا هذا الباب اللعين. طيب شباب فتحوا لي هون، ما كان في باب تاني؟ لا ما في غيره اصلا، بس في اشارة كانت موجودة. خلينا نرجع لها. لا ما في، بلي والله كان في شغلة، في جوهرات هاي اللي بنشتري فيها اللي. انا لازم نجيبك انت يا حبيبنا. تعال تعال يا الدودة. شلون حركتي بطيئة يا ايه؟ بعد ما عملنا هالحركة هي اخذنا النقاط، بس من وين بدنا نكمل؟ لازم اروح لتحت. طيب لازم ما اروح من هون لانه هي بترجعني لورا. طيب هلا انا عم بعرف. طولوا لي بالكين، طولوا لي بالكين. اوه عم بتصير في شوية صعوبة مثل ما عم بتشوفوا، ما الواحد لازم يفكر انه كيف بده يطلع. شوف يا يلا على الشجرات، كلوا كلوا يا شباب. ما بعرف شو فايدتها كمان، بس انه منيح. What's wrong with Russo's house? Russo's house? Let's keep going. اوكي خلينا نكمل. هني بدهم ايانا نكمل بالاحرى. وين؟ الشجرات اللي تحت ولا شو؟ طيب اصدقائي بما انه وصلنا لهون فهيك بتكون حلقتنا وصلت للنهايه. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحلقه وبشوفكم ان شاء الله بالحلقات الجايه. مع السلامه.